لو الحكاية فيها إن فيجو. نروح بعد كده لبرج الأسد ومواليد الأسد. النهاردة عندهم القمر مازال بيدعمهم جدا على كل الأصعدة، يعني يقدروا ماليا يحققوا مكاسب مالية، مهنيا يقدروا يحققوا تطور هايل في مجال مهنتهم ويتعلموا جديد أو يوصلوا المعلومات ومعرفة مهمة. كمان في السفر يقدروا ان هم يحققوا نجاح في سفر أو في التخطيط لسفر. أشوف كمان أنه لو بيتعاملوا مواليد الأسد مع جهات أجنبية يقدروا أنهم يوطدوا أكتر صلتهم بالجهات الأجنبية.